واحد مشيت لواحد الموبل باش نذبح فيه، قلت راه غيكون حواله بزاف، بقيت جوج الناس اللي معايا. انا كنطالب الشعب المغربي اي حاجه كتزاد من راسي وجبد، خليها تخلد عندي. تواجد في سوق البلديه، كاين اللي كيقول سوق البلديه وكاين اللي كيقول مارشي سوق الجميعه. سوق الجميعه هو اللي فيه العطاره وفيه مولين الزيتون، اما هذا كتسمى سوق البلديه اللي معروف باللحوم الحمراء والكثير منها اللحم ديال الجمل. هنا اختصاصي اللحم ديال الجمل. ودابا عيد الاضحى كما كتشوف اختي اليوم ما كاينش اقبال كما السنوات اللي فايته. حيتاش الاغلبيه ديال الناس اللي كاين اللي ما شاريش الحاولي، ماشي في الاستطاعه ديالو انه غيشري حاولي. العام اللي فات والعام اللي قبل منه كيفاش كانت كتكون عندكم كانت خدمه؟ هاد الوقفه هادي كاع ما غاتجي، هاد البورتري هذا ما غنقدرش نديرو معاك دابا، ما غتبقايش عندي الوقت. كتكون عامره الدنيا هاد العام هذا. شنو الفرق؟ الناس مساكن الاغلبيه ما شراوش الحاولي، كاين اللي خرج على برا فات، خرج من كازا مع الجاج مع العطله هذه، قال الله من الاحسن ما شراش الحاولي وبغى يخرج. يعني كما كنشوف انا الصباح مشيت لواحد الموبل باش نذبح فيه، قلت راه غيكون حواله بزاف، بقيت جوج الناس اللي معايدين الموبل كامل، جوج الناس اللي معايدين. وكما قلت لك اختي الناس راه ما بقاش في الاستطاعه ديالها انها تشري حولي. دابا انتوما كالجزاره يعني جاو الناس قبل العيد شراو من عندكم اللحم؟ اغلبيه الناس جاو خداو داك الشيء في التقسيط، خداو اللحم. اغلبيه كاين اللي ما شراش اللحم، ما جا سولك على اللحم ديال الغنم، بغاو غير اللحم البقري. اغلبيه الناس ديال الجمل، ان اغلبيه ديال الناس كما كتلقاه كنعاني من الكوليسترول، كيتجه للحم الجمل اللي فيه فوائد كثيره كما شرحنا المره اللي فاتت. نورمالمون حنا كنفسطو 100 درهم، 100 درهم الحوله. والناس اللي ما فحالهمش هادي تنتعاونوا معاه في سبيل الله، هادي راه وجبه دايزه، كاين كليان ديال العام كامل، ماشي غيجي حتى لنهار واحد وغادي تخسروا على بسبب 100 درهم. حنا اغلبيه دابا كيجيو الناس ما كنتشاطروش معاهم، يعني كتعاونوا معاهم كامل اللي كيجي. اغلبيه كليان ديال المحل ديال العام كامل كنخدموا معاهم، كيجي ما غنخسروش على قبل 20 درهم. كتقول ماشي مشكل، كاين اللي غيجي غيقول لي ما عنديش، غنقول ليه بسم الله، غنفصل ليه الحولي ديالو، كنشد بسم الله اللي قسم الله. يعني ما كتبقاش تسطر في الثمن ولا؟ حنا اختي ماشي جزاره ديال العيد، حنا ماشي جزاره ديال العيد، حنا على طول العام خاصني نتعامل معاك على طول العام، وجيت اليوم ونخسرك حشوم. بحال كورونا، ملي جات كورونا اغلبيه ديال الناس والله الا درنا لهم ليفرياسيون حتى للدار، وماشي في الاستطاعه انه مسكين ياكل اللحم، صيفطنا لهم حتى للدار. بقينا تحركت الوقت شويه عاد باش جاو خلصونا، ما كاينش اقبال كما موال. موال فين كنشوف حنا مع 12 كنلقى 15 حولي 16 حولي كتسناني. يعني كتبقاو حتى الليل، حتى الليل ربعة الصباح حنا باقيين هنا. راك قلت لك دابا كون جيتي الاعوام اللي فاتت ما غنقدرش ندير معاك البورتري، ما غتبقاش عندي الوقت فين غندوي معاك. الطريقه الصحيحه ولا الساره؟ الطريقه الصحيحه دابا راه الحمد لله راه كلشي ولا مبسط، راه الانسان راه ولا كيدخل اليوتيوب، كاين اللي ما كيبغيش يجي لهنا كيدخل اليوتيوب كيعرف كيفاش غيقطع الحولي ديالو. كاين اللي ماشين انتوما كيعاونوا؟ اللي ماشين الحمد لله باش كاين اللي كيجي دابا كيقول لك بغيت القديد، كاين اللي باغي القديد، كاين اللي باغي دار العصاينه، كاين اللي باغي كوت 13 غتخرجهم لي على حقهم وطريقهم. باش كتبدا نورمال؟ نورمالمون كضربوا على ثلاثه، كتحيد العنقره بوحده، كتحيد هذا بوحده، هاد لابارتي ديال الكوتليت بوحده، والجيكو كنحيدو بوحده. عاد باش كدوز القديد كيدار من هاد الموسويط، كاين اللي كيديرو من هاد الضلعه، حنا كنتفنوا فيه شويه، كنصوبوا من هاد الضلوع هادو وكنزيدوا معاه هاد البوسويط هذا. شوف الناس اش بغات، حنا كنتسنى انسان، انا ماشي غادي نفرض عليه شي حاجه اللي باغي، انا كنتسنى امر. انا اي واحد كيجي عندي كنقول له امر كيما بغيت، ماشي في الصاله، ماشي غير في الفصاله، حتى في الايام العاديه كنكون معلق اللحم كتجي تتقدى عندي كنقول لك خويا
عزل الطرف اللي عجبك نصوب لك منه حتى تمشي مقتنع وتعرف راسك شنو كليت. انا قلت لي الاقبال مقارنة مع السنوات الماضيه 50% اكثر من 50%. راه الله عز وجل قال لك من استطاع سبيلا. الانسان ماشي يكلف على نفسه وراء الاغلبيه بالعيد في اليومين الاخيره اليوم الاخير تقدوا الناس بزاف، خذوا الكبده خذوا الاخر عندنا كانت دنيا عامره. اليوم الاخير كياخذوا الكوطه خذوا الكبده خذوا الكفته، يعني كان الاقبال صدرتوا معهم عرفتوا انهم غادي يعيدوا. لا بانت كيجيو الناس كيقول لك حنا ما قدرناش نعيدوا الاغلى بزاف، كيقول او حاولي ب 110 120 يعني غايبوا رغم ما نسري واحد 1000 درهم ولا 1500 درهم كيتقدى السلعه. كيتقدى حتى في الكومونتير الناس كيقولوا انهم معيدين. راه اكثريه معيد اكثريه الناس راه كيجيو يتقدوا عندنا وكيقولوا لنا هنا كيتلاقاو ثلاثه العائلات كتقول انا معيده واش كتقول اخرى انا معيده. انت كتهزر شريتي الاوطيه غاليه. حتى حنا شرينا حتى حنا راه منا من الناس. حنا راه كاين اللي كاين الانسان دابا كيجي كيقول لك عبر لي 30 درهم ديال الكبده مثلا كتعبر عليه غاليه. قلت لي ديك المره 180 وصلت 300 درهم والناس بغاتها وما لقاتهاش البارح. الناس بغاو كتحط لي في الميزان 30 درهم كيخلي لك وكيمشي. غنعذرو علاش مني منو شي حاجه، ولكن انا كنطالب واحد تخشي انسان انا كنطالب الشعب المغربي اي حاجه كتزاد من راسي وجبد خليها تخنز عندي ما ديهاش من عندي. انا ملي غيبقى عندي اللحم ما غنجيبش لحم اخر. دواره ديال الغلمي وصلت 600 درهم ديال الغلمي وما كايناش. البطوار المجازر تسدو نهار الخميس. اللحم الناس مولاو شنو نقول لك؟ يعني الناس اللي معيدينش باغيين اللحم ولكن ما لقاوش. فار اكزومبل غير بحال الصباح انا من خارج غادي كندبح ما كاينش داك لومبيونس ديال الاجواء ديال العيد والناس خارجه والو ما كاينش. يعني كل ساد عليه بابو كاين اللي كما قلت لك جا خذا شويه ديال القطبان شويه ديال الكفته شويه ديال الكبده. يعني الناس مأزمه خصوصا هذه السنه هذه بزاف على اول مره كنشوف انا شي عيد. اختي حنا كزارو كنعانيو